جدا. هذا هو الذي مقدم عليك راه كله غادي يروح. شوفوا الحاله اللي وصلت لها هذه العماره السكنيه بسبب احد المنازل اللي كيهبط من الماء. هاي يا شيخ هادو زاد الكر واتسبو. الله يلا واتسبو واتسبو وسط عماره. اذا مشاهدي الكرام مشاهدي القناه شفت فيك مرحبا بكم معنا في البث. يعني كيف ما كتبوا معنا حنا كنتواجدوا في منطقه بورغون مدينه الدار البيضاء. يعني كيف ما كتشوفوا معنا هذا المنزل هذا للصاحبه ديالو كتعيش في الديار الخارجيه. اليوم كيتفاجئوا الناس ان الماء خارج من هذا المنزل هذا بواحد الكثره كبيره بزاف. فكيف ما كتشوفوا معنا العماره غرقات، الحيوطه ولاو كيهبطوا بالماء، البريزات ديال الضوء تما ولاو كيهبطوا بالماء، فولات كتشكل عليهم واحد الخطر كبير. اذا هذه العماره هذه يعني غدرشه. شوفوا الناس داروا غير رمله باش هذاك الماء ما يبقاش يخرج بواحد الكثره كبيره من هذا المنزل هذا. يعني الناس ولاو دايرين الشيفون امام المنزل ديالهم بسبب المعاناه ديالهم مع هذا. شوفوا انا نحط رجلي، شوف شوفوا الماء، شوفوا الماء حوالي، شوفوا الماء كيفاش داير. يعني الناس ولاو داير الكياس والرمله. شوف هذا واد سبو، هذا واد بورغون، هذا واد بورغون ان اصح التعبير. هذا سميتو واد بورغون. قلت لي تلاك لتحت هو ولا شوف. شوف شوف غرقتو غرقتو فيضان. هذا فيضان لانه كيغي فيق يمشي للخدمه الصباح كيغي ينعس، غتخاف تنعس ويدي الضو ولا شي حاجه يدخل لك ويدخل لك الماء لداخل. شوف حاولت ما دويتوش معموله الدار ما كاينش الرقم ديالها. بابا عيطوا للشركه ديال اللي ديك، عيطنا لهم في الاول قالك ماشي اختصاص. شوف الاختصاص ديال من هذا ديالكم نتوما واد بورغون. واد بورغون حق الله حشوم. ها هذا ماء صالح للشرب، ما نقي هاو ما نقي. نتوما واقيلا غادي يجيكم الماء غالي هاد الشهر. هاد العماره هادي غتقسم عليكم الماء. شوفوا معنا المعاناه اللي ولاو كيعيشوا الناس مع هاد المنزل هذا اللي كيهبط منه الماء. الكراج اللي تحت كيهبط منه الماء. يعني الناس واحد الفضيحه بكل ما تحمله الكلمه من معنى بسبب هذا المنزل هذا. يعني الناس شوفوا الطرحات داروا الرمله باش ما يبقاش يخرج الماء بزاف. ها شوفوا شوفوا شوف شوف معاناه كبيره. قريت المنزل غير شي واحد يظلم. شوفوا هذا المنزل هذا أو هاد العمارة السكنية. شوفوا الماء حت منها، هاو الماء منها. خطر كبير هنايا على الناس. شوفو خطر تما هابط زلق. الحيوطة الحيوطة هابطين بالماء. شوفوا معنا الحيوطة والبريزات ديال الضو يعني راه خارج منهم الماء. فهاد الشيء راه خطر على الناس الساكنة. يعني إلا طرات لهم شي حاجة من يتحمل المسؤولية؟ يعني الناس هنايا قدر هاد الماء هادي أثر لهم على المنازل ديالهم وتولي منازل أي للصقور. فالله يحفظه صافي. شوفوا معنا الماء واد بورغون، واد بورغون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا معنا عاوتاني هنايا هاد التيوات هادو كيفاش هابط الماء. البريزات ديال الضو. شوفوا الماء كيفاش هابط فوق هادي ديال الضو الماء ديال المورا. هاي شوف 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 يعني هاد الشيء راه كثير وكثير بزاف. يعني ماشي غير هابط غير شويه. شوف هابط مع العماره كامله وهبط حتى لكاب ولا واحد الكراج. الله شوف العمارة غرقات، الناس دايرين غير الكراطات باش كيحيدوا هاد الماء.
الاطفال، الناس دايرين غير كراطات باش كيحيدوا عليهم. في حشومة او من 9 الصباح هما الناس كيتصلوا حتى شي واحد ما جاوبهم، يعني حتى لدابا. شوفوا عاوتاني هنايا، هاو العمارة أو الكابل تحت، عمارة مجاورة حتى هي هبط لها هنا. هادي الدار، راه كيهبط منها الماء. هادي الدار، شوفوا هادي الدار، ها هو الماء هابط منها. الدار غرقات هادي. الماء رشا شلال تما، شلال بورغون. شوفوا معانا يعني المعاناة ديال الناس. دمنا مشاهدينا الكرام، كنتمناو يدار لهم حل، كنتمناو انه يتحدى شي وتحبس هذا المادة في اقرب وقت من طرف شركة ليديك هي المكلفة بهذا الموضوع هذا. فكيفاش غادي يدخلوا لهذا المنزل هذا والصاحب ديال المنزل ما كيناش وما عندهم السوارت؟ فمشاهدينا الكرام غادي نودعكم على ما نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء، شوفوا الماء حتى لنهار في الشارع.